أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من كلام صح. النهاردة بنتكلم على الجلوس الخاطئ. أعتقد كلنا ممكن نقعد بطريقة غير صحيحة، سواء كنا في البيت أو بنقعد لفترات طويلة راكبين العربيات بتاعتنا، وبنقعد كان نتيجة زحمة الطرق ممكن نقعد بالساعات في الطرق، وبالتالي ممكن يكون في قعدة غلط تسبب مشكلة للعمود الفقري. موضوع مهم قوي هنتكلم فيه بالتفصيل مع الدكتور محمد الديب، استشاري جراحة العظام بمستشفيات التأمين الصحي. دكتور محمد، رحب بيك. اهلا بيك يا فندم. دكتور تفضل. محمد، الجلوس الخاطئ من الموضوعات فعلا مهمة جدا، وبيكون سبب لمشاكل كتير جدا متعلقة بالعمود الفقري. عاوزين نتكلم دكتور، القعدة اللي بتكون غلط دي بيبقى لها تأثير، ايه تأثيرها على العمود الفقري؟ هو حضرتك برضو عشان نعرف المنظومة فيه ثلاث عناصر مهمين. العنصر الأولاني وهو طريقة الجلسة الخاطئة، أدي واحدة. نمرة اتنين، الكرسي اللي أنا بقعد عليه أو المقعد، أدي رقم اتنين. رقم ثلاثة، طول فترة الجلوس أو عدد ساعات الجلوس على هذا المقعد. فدول الثلاث عناصر مهمين أوي. العنصر الأولاني وهو المقعد، احنا نبدأ الأول بالمقعد. المقعد ده لو كان غير صحي فبلا شك المقعد الصحي هيؤدي الى الام في العمود الفقري ويؤدي الى مشاكل في العمود الفقري. يعني ايه قصدي اقول ايه؟ يعني افرض ان المقعد ده من غير مسند، وده كلامي بالنسبه للمدارس، الى المناطق التعليميه، طاولات الطعام، كل دي حاجات مهمه جدا. ان الناس اللي بيقعدوا في البنوك، الشركات، الموظفين، ممكن قوي بقعد على الكرسي لكن ما بسندش ظهري. فده بلا شك عدم سند الظهر ده بيؤدي الى ارهاق العمود الفقري وبطرات. النقطه اللي حضرتك ابرزتها، طب والجلوس، هل الجلوس يختلف عن الوقوف؟ طبعا، لان الجلوس الضغط على العمود الفقري وعلى القرص، الضغط بين الفقرات يزيد اضعاف مضاعفه، ممكن توصل الى 12 و13 ضعف عن الوقوف. فإذن الجلوس لفترات طويلة هنا مهم جدا، لأنه ممكن يؤثر على ضغط الغضروف بالداخل. طيب حضرتك أضفت نقطة مهمة جدا غير الكرسي، طريقة الجلوس بقى. طريقة الجلوس لها لازم مواصفات معينة، سواء أنا قاعد على كمبيوتر، أو سواء أنا قاعد على فصل من المفاصل، أو سواء أنا برسم مهندس وبرسم شيء معين، او سواء انا قاعد في طياره او في اتوبيس او قاعد بسوق درايفنج، خد بال حضرتك. فلازم ان الساق بتاعي، الفخذ بتاعي، لازم يكون على مستوى الصدر، العمود الفقري بالنسبه للكتفين. بمعنى اخر ان الراس، المركز بتاع الراس لازم تبقى على منتصف الكتفين. يعني ما ان انا مش جالس كده وقاعد قدام، او ان انا قاعد لورا بهذا الشكل، لا، لازم الراس تبقى على منتصف الكتفين، واخد بال حضرتك. الحاجه الثانيه المهمه قوي ان الكرسي، زي ما قلت لحضرتك، عشان هي منظومه متكامله، ولا كرسي عالي ولا كرسي واطي. يعني ايه يا دكتور محمد؟ يعني القدم لازم تبقى مرتاحه على الارض اللي انا موجود، ولا شيء، ولا مش لمسه الارض، لان ده بيؤدي على تاثير العمود الفقري، او انها تكون، لان زي ما بيقول حضرتك الزاويه ما بين مفصل الفخذ ومفصل الركبه ومفصل بالنسبه للعمود الفقري لازم تبقى على زاويه 90 مع 90 مع 90. الكتفين لازم يبقوا على مسافه كويسه، وخاصه لو انا قاعد على كمبيوتر او قاعد على لابتوب بستخدمه، لازم اكون ريلاكسد، اللي هو في ارتخاء في الكتفين بطريقه صحيحه. تمام. طب دكتور، الواحد اللي بيبقى قاعد بشكل خاطئ، الفقرات ايه اللي بتبقى اكثر تعرض للاصابه؟ برافو حضرتك. انت الناس دايما بتبص على ان الفقرات القطنيه العجزيه. احنا حضرتك زي ما احنا قلنا من حلقات ماضيه، احنا عندنا 33 فقره. عندنا الفقرات الصدريه العنقيه، الفقرات الصدريه، ثم الفقرات القطنيه. اكتر فقرات طبعا بتؤثر من الجلوس الخاطئ او الشيل بطريقه غير صحيحه في العمود الفقري هي الفقرات القطنيه العجزيه، لان الفقرات دي الغضروف ممكن يتؤثر بيها اكتر، لان المرونه بتاعت الفقرات
بتبقى اكتر مما يؤدي الى وجود انزلاق غضروفي وضغط على النخاع الشوكي، سواء كانت جذور اعصاب او سواء كانت مركزيه. احنا مش بس الفقرات القطنيه العجزيه، لا، الفقرات العنقيه كمان ايضا، وخاصه الناس اللي بيستخدموا الكمبيوتر او بيستخدموا اللابتوب. لو انا وضع الراس بطريقه غير صحيحه، او الشباب بتوعنا او طلبه المدارس اللي بيستخدموا اللابتوب او بيستخدموا وسائل التواصل الحديثه السريعه وعدم اتباع التعليمات الصحيحه، ده بلا شك بيؤثر على الفقرات العنقيه والفقرات القطنيه. تمام. ممكن يقعد بساعتين ثلاث ساعات وبدون رقابه الاب والام وبدون رقابه المدرسين، بلا شك يؤثر الى العمود الفقري. طب دكتور، الناس اللي بتقعد لساعات طويله وهي قاعده لازم يقعد كده، يعني هو قاعد سواء مثلا شغال في بنك فبالتالي قاعد ما يقرب من 8 ساعات نفس القعده، المصور اللي بقى شغال في القناه دي برضو قاعد لفتره طويله، الموظف، الناس دي هي وظيفتها كده، طب ما هو يعمل ايه؟ برافو عليك حضرتك، دي أهمية الجزء التربوي، جزء الرقابة في الإدارة، جزء المهن الصحة المهنية، لأن دي ده في غاية الأهمية، إن أنا ما أجلسي فترة طويلة، المفروض صحيا المفروض نص ساعة وأقوم أو أتحرك، وإن أنا بل بالعكس. طب افرض إنك قاعد في طيارة ولابس راكب لابس الحزام، لا، هناك تمرينات صحية للقيام بقى بتمرينات للفقرات بتاعه العمود الفقري واليونت الفقرات بالنسبه للدار. حضرتك في بعض البرامج لشركات الطيران للخطوط اللي هي عبر القارات للجالس او المستخدم في اثناء هذه الرحلات لتمرين الفقرات وتمرين الكتفين والفقرات العنقيه. طب فما بالك اللي قاعد في سياره و ماشي على مسافات طويلة، اركن العربية على جنب وارتاح واقوم واحرك. اذا تغيير الاستيتشر مهم جدا، تغيير الوضع الموظف اللي جالس على فترة طويلة مهم جدا، ومش بس كده ان انا بغير وضع الوقوف او الجلوس، لا، ان انا اهتم بمرونة الفقرات. ولذلك في بعض الشركات في شرق اسيا وفي بعض البلاد الاوروبية بيخليهم فترات راحة لعمل بعض التمرينات لياقة لتقوية العضلات وتقوية الأربطة واليونت الفقرات بتاعت الفقرات. مش بس كده، لا، كمان التغذية. يبقى إذن وجود التغذية مهم جدا، التمرينات الرياضية مهم جدا عشان أدي اليونة، وعدم القيام بجلوس لفترات طويلة مع الالتزام بالجلوس الصحي. طب دكتور، السمنة لها دور؟ طبعا، برافو عليك، انت حضرتك ابرزت مهم جدا، وذلك قلت لك ان الكانديديت يعني انا دلوقتي عندي منظومه، زمان حضرتك بنتكلم على الجلوس، طب الجلوس بطريقه غير صحيحه، عدد فترات الجلوس، طب فما بالك بالشخص نفسه. الشخص لازم، ما دام حضرتك ابرزت هذا الموضوع، السمنه عامل طبعا من العوامل التي تؤثر على فقرات العمود الفقري وتؤثر على الضغط على جذور الاعصاب. فاذا انا لو انا سمين يبقى لازم اقلل من السمنه بتاعي، لو انا ما بلعبش رياضه خالص نهائي لابد ان انا احط اللياقه بتاعتي ومرونه العمود الفقري، نمره اتنين. نمره ثلاثه، هل التدخين بيؤثر؟ حضرتك نفتح موضوع مهم برضو، التدخين او المشروبات الغازيه او الحاجات دي، هل بتؤثر؟ طبعا الحاجات دي كلها بتؤثر على خلايا الانسجه، سواء كانت خلايا العضلات او سواء كانت خلايا الانسجه. لابد من الغذاء الصحي المتكامل، وضع برنامج للياقه، عدد ساعات نوم كويسه، الرقابه من دور الاسره ودور الاعلام ودور الصحه المهنيه، عشان اقدر اخلق عضو في المجتمع يقدر يفيد المجتمع. تمام. طب دكتور، الكرش ليه تاثير على العمود الفقري؟ طبعا بلا شك، لان هو احنا مش هنقول بقى الكرش، احنا برضه نخليها ايه بطريقه علميه شويه، وهو زياده تقعر العمود الفقري. يعني زياده تقعر العمود الفقري وهو تردد البطن، يعني واحده مثلا خلفت خمسه سته اولاد وعندها ترهدف في البطن، ده بيعندها ايه؟ زياده في تقعر العمود الفقري. زياده في تقعر العمود الفقري
هنا هيقعد سر على ميكانيكية النقل بتاع الوزن على العمود الفقري. واخد بال حضرتك؟ فلابد ان طبعا زي ما حضرتك قلت كده ان الكرش هيؤثر العمود الفقري ويؤدي الى انزلاق غضروفي على المدى البعيد بالجلوس اللي احنا قلنا عليه. فلازم ان انا اخد الموضوع مهم جدا، سواء كان ان انا اقلل الشحوم او ان انا البس حزام سند الفقرات او ان انا التمرينات الرياضيه، التمرينات الرياضيه وعلاج طبيعي طبعا. طبعا دكتور محمد معلومات مهمه جدا، نورتنا وكنا سعداء بوجود سيادتك معانا. في نهايه اللقاء بنشكر الدكتور محمد الديب استشاري جراحه العظام بمستشفيات التامين الصحي. شكرا يا فندم نورتنا. اهلا بك. اعزائي المشاهدين نلقاكم في حلقه قادمه، لكم تحياتي وتحيات اسره البرنامج.